إذن تشهد البادية السورية والتي تعتبر عقدة وصل بين عدد من المحافظات في البلاد فوضى عارمة وعمليات خطف وقتل لمدنيين وعسكريين، وذلك مع سيطرة أطراف عديدة على المنطقة هناك. ضمن مساحة جغرافية تقدر بنحو 80,000 كيلومتر مربع، تشهد البادية السورية منذ أكثر من 13 عاماً فوضاً عارمة وصراع نفوذ بين أطراف عدة منخرطة في الحرب الدائرة في البلاد، أسفرت عن فقدان عشرات المدنيين الباحثين عن فطر الكمأ لحياتهم، بالإضافة إلى مقتل وإصابة المئات من قوات الحكومة السورية والفصائل التابعة لإيران وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي. البادية السورية التي تمتد إدارياً على العديد من المحافظات في البلاد والغنية بموارد وثروات كثيرة، لا يكاد يمر يوم فيها دون أن يكون هناك عمليات قتل وخطف، إضافة إلى هجمات لتنظيم داعش الإرهابي في نشاط واضح لتحركاته في تلك المنطقة. وتشكل البادية السورية بحسب ما يرى محللون متابعون للشأن السوري أهمية كبيرة لأطراف عدة منها إيران التي تتخذ منها مقرات تمركز رئيسة للفصائل التابعة لها، بالإضافة إلى توسطها للممر البري لإيران والذي يربط طهران وبغداد بدمشق وينتهي بالمتوسط. ليست إيران وحدها التي تولي أهمية كبيرة للبادية السورية، فالفوسفات والغاز التي تتركز في ريف حمص الشرقي جعلت روسيا منافساً قوياً لإيران من أجل الحصول على هذه المادة التي تدخل في قائمة الصادرات المدرة لأرباح كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى تولي أهمية للبادية السورية، وذلك لمراقبة الممر البري الإيراني والقوافل التي تمر من خلاله، إضافة إلى كونها ساحة مناسبة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي من خلال قاعدة التنف التي أنشأتها هناك. ويرى مراقبون أن البادية السورية تشكل عامل قوة لتنظيم داعش الإرهابي يساعده في إعادة ترتيب صفوفه من جديد، وذلك من خلال عمليات التمويه والاختباء، وكذلك في إنشاء معسكرات لتدريب العناصر والحفاظ على خطوط الدعم الخارجي للتنظيم في كل من العراق وتركيا. ويواصل تنظيم داعش الإرهابي شن هجمات في مناطق متفرقة من البادية السورية عبر تفجير ألغام وهجمات مسلحة واغتيالات في محاولة لإظهار نفسه من جديد، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 117 عملية للتنظيم أسفرت عن مقتل 333 شخصاً في البادية منذ مطلع العام الجاري. ينضم إلينا من فرنسا الدكتور فايز القنطار أكاديمي سوري، أهلا بك دكتور فايز. إذا نتحدث عن البادية السورية وعدة أطراف هناك متواجدة فيها، لو سألنا بداية من الجهة الحقيقية التي تسيطر على البادية السورية؟ تحياتي لك وللأخوة المشاهدين الكرام والمستمعين الأعزاء. يعني في الحقيقة أنه البادية السورية أصبحت مرتعا يعني تنشط به داعش منذ مدة، وكل الأطراف المتدخلة في الشأن السوري يبدو أن لها مصلحة برعاية هذه الفوضى السائدة هناك. يعني هذا العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا في منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، وهذه العمليات المتلاحقة لداعش يعني التي تتوزع في مختلف أطراف البادية السورية الحقيقة تبعث على القلق في ظل وجود تحالف دولي من دول كبرى جاء لسوريا تحت شعار مكافحة الإرهاب، ونحن نرى أنه يعني يلتزمون الصمت. هذا يبعث على التساؤل، ما هي دور هذه القوى المتدخلة في سوريا؟ هل هو يعني رعاية الفوضى لتقاسم المصالح في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الاقتصادية؟ هي كما جاء في التقرير يعني تسيطر على طرق حساسة جدا تربط إيران إلى المتوسط،
منطقة غنية بالثروات، الثروات الطبيعية والمعادن. كل هذا يعني يدفعني على التساؤل، لماذا هذا الموقف السلبي، عدم الفعل في مواجهة داعش التي لا يزال خطرها قائما في البادية السورية. هذا من جهة. من جهة أخرى سمعنا حديثا يعني الاتفاق الذي حدث بين بعض دول الخليج والعراق وتركيا لإقامة هذا الخط الاستراتيجي عبر هذه البلدان، ويعني حرمت سوريا بوجود بسبب هذا الوضع الكارثي الذي يسيطر على البلاد الآن. يعني حرمت سوريا من هذا الممر، كانت هي المؤهلة لتكون فعلا عقدة مواصلات دولية مهمة، عقدة مواصلات في توزيع الغاز والنفط على وصلة وصل بين دول الخليج العربي والمشرق باتجاه أوروبا وباتجاه البلدان المستوردة. يعني تحرم بلدنا، يعني كان هذا يعادل أهميته أهمية إنتاج النفط في الدول الكبرى المنتجة للنفط بالنسبة لسوريا. يعني الحرب الأسدية المستمرة منذ أكثر من عقد على الشعب السوري أوصلتنا إلى هذه الحالة من الضياع ومن التشظي ومن فقدان القدرة على السيطرة على مواردنا وعلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لبلدنا، كون صلة الوصل بين دول الخليج ودول المشرق مع الدول الأوروبية. دكتور، بما أنه تتحدث حضرتك عن موضوع أهمية البادية السورية، سننفرد بأهمية يعني كل دولة، أهمية البادية لكل دولة. كما تعلم سوريا، قوات حكومة سوريا لها يعني قدم كما يقال في البادية، أيضا فصائل تابعة لإيران موجودة هناك وقوات الدفاع الوطني، كذلك روسيا تنظيم داعش الإرهابي. بدأت حضرتك بموضوع تنظيم داعش الإرهابي في البادية، ما أهمية البادية بالنسبة لداعش، وكيف يعني يستغل البادية؟ يعني تشكل البادية المكان المناسب لكي يستعيد التنظيم، يستعيد بناء صفوفه، يستعيد يعني بعض الضربات التي وجهت لهذا التنظيم وخسارته الكثير من معظم المواقع التي كان يسيطر عليها. لن يعد أمامه إلا البادية. البادية أصبحت يعني هي المرتع القصب الذي تسمح له بالنمو وبإعادة تنظيم الصفوف. فكما نعلم يعني كونها قليلة السكان، قليلة هي تعتبر في الحقيقة مناخ مناسب لهذا التنظيم، لاستعادة تنظيم صفوفه ومهاجمة المناطق القريبة، المناطق الحيوية، الطرق الأساسية، المراكز الاقتصادية. يعني يستطيع شن الهجمات من هذه الانطلاقة من البادية باتجاهات مختلفة. ونحن نعرف يعني في عام 2018 عندما تم إخراج داعش من جنوب دمشق، اشترط النظام وروسيا اشترطوا عليه أن يتجه باتجاه بادية السويداء، ومن هنا قام بتنظيم هجومه على السويداء. يعني الكل في خطر بهذا التنظيم. يعني المناطق المأهولة حمص وحماة والمناطق دير الزور والرقة، كل هذه المدن ستكون، والطريق الرئيسي الواصل كما قلنا يعني بين الموصل وبين البوكمال وبين دمشق والمتوسط أيضا هو يعني في مرمى النيران الداعشية. هو البادية تمكن داعش من الاختفاء من التمويه، وتمكنه أيضا من شن هجمات، يعني هجمات تكون مؤثرة ومؤذية وقاتلة أحيانا على هذه المناطق الحيوية التي يعني تتموضع حول البادية أو على الطرق التي تمر من البادية السورية باتجاه المدن الحيوية الكبرى. فهي تمثل يعني مكانا مناسبا، وهي ملجأ الأخير، نعم، سيقاتل حتى النهاية يعني للدفاع عن هذا الملجأ الأخير. طيب دكتور، ويعني بالنسبة إعادة السيطرة على هذه المنطقة ترتبط بتغيير الأوضاع جذريا في سوريا، يعني باستعادة سأتي سوريا على موضوع هذا. عافيتها. نعم، السيطرة الكاملة على البادية، لكن قبل ذلك أود أن نفهم
أهمية البادية طيب لروسيا، لماذا روسيا مهتمة جدا في البادية كخطط استراتيجية روسية؟ والله بالنسبة لروسيا، روسيا الآن يعني مشغولة جدا في حربها الأوكرانية، في يعني هي تقف أمام الغرب في أوكرانيا الحقيقة بعد عدوان على هذا البلد الجميل يعني، واقتطاع أجزاء منه وضمه، وعدم موافقة الغرب على هذه المسألة يعني انشغلت في حربها في أوكرانيا. لم تعد يعني مسألة السيطرة في سوريا تعني من أولوياتها، هي لا تزال يعني تتمسك بنفوذها ومصالحها في سوريا، ولكن كما قلت أولويتها الآن التي شغلتها بالدرجة الأولى هي حربها في أوكرانيا، وهذا يعني انعكس على موازين القوى. أصبحت إيران الآن تحاول تغطية هذا الفراغ الروسي صح التعبير يعني. إيران الآن هي عرضة كما نرى يعني للنيران الإسرائيلية الأمريكية في بعض الأحيان. فهناك تغيرات يعني تغيرات في العلاقات الدول الناكدة في المنطقة سيكون لها تأثير في هذا المجال، ولكن أنا من وجهة نظري أن داعش هي يعني تزعج الجميع وتربك الجميع في من خلال هذه العمليات، ووضع حد نهائي لداعش كما قلت مرتبط بوضع سوريا على طريق الحياة، على طريق سعادتها لدورها عن طريق يعني الانتقال السياسي والسلم الأهلي، هذا الوحده كفيل بوضع حد لداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية. أما الآن يعني في ظل هذه الفوضى، الفوضى التي يرعاها نظام الأسد وترعاها بعض الدول، فهي المناخ المناسب لنمو التطرف الداعشي وغير الداعشي. ماذا عن مصالح إيران في البادية السورية؟ مصالح إيران تتلخص يعني في مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي تأمين الطريق من طهران دمشق بيروت، وهو يمر عبر هذه البادية بالتأكيد يعني. المصالح الأخرى تتعلق أيضا بالمصالح الاقتصادية، فنحن نعلم أنه يعني ما استثمرته إيران وما دفعته في حماية نظام الأسد الآن تطالب على شكل ديون، علما أن الشعب السوري يجب أن يطالبها بالتعويضات عما لحق به من أذى ومن تهجير ومن تدمير قامت به إيران للمدن السورية، فهي تطالب بأكثر من 30 مليار دولار، علما بأن الشعب السوري يجب أن يطالبها كما قلت بأن تدفع تعويضات عن الجرائم التي ارتكبت من قبل الميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري من أجل أن تحمي يعني نظام الأسد أو أن تحمي مصالحها، لا يهم الكثير يعني أن تحمي عائلة الأسد استخدمتها كذريعة للسيطرة على سوريا. فهي تطالبنا أيضا بكلفة هذه الجرائم التي ارتكبتها بحق السوريين، وبالتالي يعني وقعت كثير من الاتفاقيات الاقتصادية مع النظام التي تمكننا بالسيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية وبالاستثمارات المختلفة في مختلف الميادين، كما تنظر للتعويض هي هذه الأموال، علما نحن نرى أن هذه الأموال التي دفعتها إيران هي كانت موظفة لقتل السوريين، لتهجير الشعب السوري، لتدمير المدن السورية، فعليها أن تدفع التعويضات بدلا من أن تطالب بالديون والنفقات والاستثمارات الاقتصادية في سوريا. طيب البادية هي مهمة من هذه الناحية بالنسبة لإيران. طيب بسؤال أخير بالعودة إلى موضوع داعش وسيطرته على البادية، كما تعلم هجمات داعش تتصيد عناصر قوات الحكومة السورية وكذلك حتى من الفصائل التابعة لإيران، بعدها يعني يطير طيران الروسي الحربي ليقصف مواقع لداعش في البادية، ما لم يحقق شيء طبعا. هنا نسأل لماذا لا يكون هناك جاز تعبير عملية عسكرية كبيرة لقوات الحكومة السورية مع الدفاع الوطني، ما يسمى الدفاع الوطني، وفصائل إيران بمساندة الطيران الروسي للسيطرة الفعلية والحقيقية على البادية السورية؟ لماذا لا يوجد هكذا عملية؟ والله هو القصف الأخير الذي نفذته روسيا يعني أمر يبعث أيضا على التساؤل، أمر غير واضح، وكما تفضلت يعني لم يكن له تأثير في
لا على داعش ولا على غير داعش. النظام السوري وحلفائه الآن في حالة من الضعف، يعني عسكريا النظام السوري يعاني من الوهن، هو غير قادر على أن يقوم بهجوم الحقيقة لوضع حد لهجمات داعش، فهو ضعيف جدا من الناحية العسكرية وواهن جدا وفقد معظم السيطرة، والوضع الاقتصادي الآن يعني يلقي بثقله على النظام، فهو فقد الكثير من الموارد الاقتصادية ولا يستطيع يحقق يعني يحقق الحد الأدنى من مقومات العيش لحاضنته المقربة ولجيشه المتهالك، فكل هذا يترك أثر على قدرته في على المناورة وعلى الحشد وعلى القيام بعمليات طيب عسكرية جديدة. نعم فهذا ده أظن بأنه قادر على أن يضع حدا لداعش ولتطور داعش في البادية السورية. المسألة ترتبط الحقيقة كما قلت بأن استعادة سوريا لعافيتها واستعادة قدرتها ونظامها والانتقال السياسي هو كفيل تمام بوضع حد لكل هذه طيب الفوضى السائدة في المنطقة، ومن ضمنها يعني فوضى داعش واستثمارات داعش التي توظف هنا وهناك. نعم، أشكرك جزيل الشكر من فرنسا الدكتور فايز القنطار أكاديمي سوري.